مصطفى فوزي، رئيس مؤسسة أمل لمساعدة مرضى القصور الكلوي والأعمال الاجتماعية. في هذا اليوم المبارك لتصادف فاتح جمادى الأولى، نسأل الله أن يجعله فاتح خير لبلدنا الكريم، والصحة والعافية للجميع تحت القيادة الرشيدة ديال سيدنا الله ينصره. فبعد تفكير عميق وإن شاء الله أننا حاولنا أن نسبقوا البداية ديال الحماية الاجتماعية في بلدنا العزيز، واللي هو ورش ملكي بامتياز، واللي إن شاء الله غيعطي الأكل ديالو والثمرات ديالو. فالمؤسسة ارتأت أنها تدخل في المجانية الشاملة باش تتبع المشروع ديال الحماية الاجتماعية الشاملة، اللي إن شاء الله غتعطي خدمة خاصة للمرضى المعوزين، وفي إطار من الشفافية والنقاء والصفاء. هذا المشروع اللي الحمد لله نجح فيه المغرب في ظرف وجيز، بعد تنشوفوا أن دول عظمى لم تصل إلى ذلك إلا بعد 50 سنة من تفكير والهدف. فالمغرب الحمد لله بلد ديال التحدي، وله ملك التحدي حفظه الله. فالمؤسسة ديال الأمل هي دائما سباقة وتغطي ما يقرب على 5 الجهات في المغرب، حتى المراكز السجنية الحمد لله كانت هي السباقة في مجال القصور الكلوي وفي الأمراض الكلي. فالآن يجب التفكير جيدا بعد هذا المشروع اللي غادي يغطي لائحة انتظار في المغرب، أننا نفكروا في حل جذري خصوصا بالنسبة لفئة الشباب في المغرب، الأطفال اللي تيتصابوا بهذا المرض. فأننا نفكروا في مؤسسة وطنية سيادية تيرعاها سيدنا الله ينصره، لأن الثقة الكبيرة لسيدنا الله ينصره تطمئن المواطن ملي تيلقاوه على رأس أي مؤسسة. المواطن تيرتاح، الداعمين تهم تيرتاحوا لأن تيحطوا الدعم ديالهم في مؤسسة اللي تيرعاها سيدنا الله ينصره. فأننا نفكروا في مؤسسة وطنية لزراعة الأعضاء والأنسجة، واللي غتبدأ تشتغل إن شاء الله على المستوى الوطني. عندنا أطباء أكفاء، عندنا أطباء على مستوى الخارج، والخطاب الملكي كان واضح على أننا نعطيه العناية الخاصة الفئات الشابة اللي سافرات أو الكفاءات المغربيين اللي كنا في الخارج من أطباء وجراحين، وهذا نحاول ندخلهم للبلاد عندنا وناخذوا هذه التجربة إن شاء الله تعالى وننجحوا. لأن كيف يعقل أن المغرب من 86 إلى حدود الساعة ما دارش حتى دار 600 ديال عملية الزرع؟ فمن العيب عندنا 5000 أو زيادة ديال حوادث السير في المغرب، وما تنستافدوش من الأعضاء ديالها، لا من هذا القرنيال، لا من الكلاوي، لا من الكبد، لا من الرئة، لا من القلب. فالأعضاء تيمشيو هكاك، والحمد لله راكين تشريعات الحمد لله اللي خرجت من عند علماء ديالنا أجلة اللي شرحات مسألة الزرع بأن ما فيهاش أي شيء. فإن شاء الله تعالى يجب تضافر الجهود، وأنا الشكر الخاص جدا لأنه هو اللي شجعنا على هذه المبادرة، هو الدعم الخاص والتعاون التشارك اللي بيننا وبين وزارة الصحة، في شخص سيد وزير الصحة الأخ العزيز المقتدر سي خالد الطاريب، والكفاءات اللي معاه من مديرين، وهذا الحمد لله كان الجلوس معهم مثمر وشجعونا أن نمشيوا كاملين في خندق واحد نشتغل قطاع خاص قطاع عام، والجمعيات المجتمع المدني اللي تتغطي واحد ثلث من عدد المرضى تقريبا اللي هو 36,000 مريض، مع زيادة 3,400 مريض سنويا. فيجب أنا ما كرهش حتى أن الوزارة تفكر في مرصد وطني باش نحصيوا هاد المرضى إحصاء شاملا، لا اللي عندهم الدياليز المزمن أو الدياليز هذا الإيجو. خصنا نتعاونوا جميعا للخروج إلى بر الأمان ومحافظة على المواطن المغربي. المؤسسة الآن غادة في 28 أو أكثر، لأن كاين مراكز أخرى الآن على في
على مستوى مدينة إقليم جديدة وحتى على مستوى مراكش. ثلاث مراكز وكاين مراكز أخرى إن شاء الله على مستوى الدار البيضاء. المؤسسة عندها الطاقم ديالها الطبي والتمريضي ديالها الخاص، والحمد لله كل شيء تيشتغل حسب القوانين المعمول بها ديال الشغل. الحمد لله كل شيء مرتاح، فإن شاء الله تعالى غنشوف البر الأمان، وهذا راه هو الهدف ديال المؤسسة، لأنها هي مؤسسة ذات منفعة عامة، هي مؤسسة ذات منفعة عامة وليس لها هامش الربحي، فهي تشتغل الحمد لله، والتدشينات كلها دار سيدنا الله ينسو، فما يمكنش أن هذه المراكز ديالنا تنزل. هو المعروف عندنا في مؤسسة أمل منذ البداية ديالها في 2008 أن اللي تيجوا عندنا هم الناس اللي ما عندهمش حماية اجتماعية وما عندهمش هادشي ديال التأمينات وما عندهمش تغطية اجتماعية خاصة. هادوك اللي عندهم ركيل الخط. مؤسسة الأمر ما تدخلش منافس للقطاع الخاص، القطاع الخاص راه عنده مواليه، ولكن مع المشروع الجديد راه غيكون كل شيء عنده الحق. مع الناس الفقيرة دابا كل شيء غادي يتقاد، الفئات الفقيرة المعوزة ولا حتى اللي عنده، دابا كل شيء عنده كارد ديالو، عنده الاختيار يمشي فين ما بغى. وهنا فين خصنا نكونوا نشتغلوا بجدية باش نحافظوا على الجودة ديال الخدمات. احنا ماشي في تنافسية، احنا ماشي في تجارة البشر، احنا خصنا نحافظوا على جودة الخدمات الطبية في بلادنا واللي باغيها سيدنا الله ينصره، باش ما بقاوش في هذيك الصور النمطية اللي تتسيء لبلادنا خارجيا. بلادنا زوينة الحمد لله، اللهم لك الحمد، كاين دعم الله مشروط ديال المؤسسات، خصها تكون النقاء والصفاء والخدمة ونكر الذات.